أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، مستمرين معاكم ضيوف مميزين لهم تاريخ في الرياضة الكويتية. اليوم راح يكون معانا ضيف مميز في كرة اليد الكويتية، معانا راح يكون النجم حامد مزعل. كابتن حامد يعطيك العافية ونشكرك على تواجدك معانا وإتاحة الفرصة للتواجد معانا في برنامج لقاء خاص. الله يعافيك أخ محمد، وأتشرف أني أكون معاكم اليوم ضيف، وإن شاء الله تكون الحلقة خفيفة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إحنا طبعا قبل الله نستكمل حلقتنا وناخذ محاور شيقة في هذه الحلقة، إذا تسمح لنا ناخذ هذا التقرير الخاص عن الكابتن حامد مزعل ونرد بإذن الله نستكمل حديثنا ونستمتع باستكمال هذا الحديث. أعزائي المشاهدين، خلونا نشوف هذا التقرير الخاص بالكابتن حامد مزعل وإنجازاته في الرياضة الكويتية وسيرته الذاتية، ونرد نستكمل حديثنا إن شاء الله. رياضية مليئة بالتحديات والمفاجآت، وضع اللاعب السابق حامد مزعل الشمري القمة نصب عينيه في رياضة كرة اليد. شارك اللاعب السابق حامد الشمري في العديد من بطولات الدوري ما بين الأندية المحلية وفي العديد من المباريات التي تسودها التحديات مع المنتخب الوطني، ومن أبرز تلك المشاركات مع المنتخب الأول والتي حصد فيها المركز الأول والحصول على الكأس هي بطولتي كأس الخليج للعامين 2007 و2009. ترك اللاعب السابق حامد الشمري أثراً جميلاً وبصمة رياضية واضحة في كرة اليد من خلال مشاركاته في المباريات المحلية والخارجية، ولكن لم يترك هذه الرياضة بعد اعتزاله، حيث اتجه إلى الجهاز الإداري ليستمر في العطاء من خبرته وثقافته الرياضية في كرة اليد للأجيال القادمة. يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية بعد ما شفنا هذا التقرير الخاص بالكابتن حامد. كابتن، ودنا تكلمنا بدايتك، شلون كانت نشأتك الرياضية؟ كل رياضي بكل تأكيد له بداية مميزة تختلف عن غيره من الرياضيين. طبعا في البداية أنا النشأة الرياضية عندي في البيت نشأة رياضية، يعني الأخوان كانوا رياضيين، كانوا يلعبون بنادي الساحل كرة يد، أكبر مني 3، فكنت أروح ياهم النادي، فمن باب التسلية يعني ما كان بالي إني ألعب ولا، فكنت أروح النادي مجرد إني أضيع وقته وأتسلى وإني يعني بس كذي. فمع الوقت بديت أخذ الكرة وأشوت كذي على الطوف ولا أشوت بجانبي بروحي يعني. فالله يرحمه الكابتن صلاح سويدان، الله يرحمه، كان هو ماسك الفرق هناك كمدير فني، فشافني فكلم الأخوان قال لهم أخوكم يلعب بيد اليسار عسماوي إيه؟ فلازم تدخلونه يلعب كرة يد، راح يصير لاعب زين. فمع الوقت شوي شوي بديت أدش التمرين عندهم تحت 12 سنة، سبحان الله يا الموسم اللي بعده ولا نادي الساحل وقفوا لعبة كرة يد. حلو، بعدها انتقلت نادي ثاني ولا يعني وقفت شوي؟ لا وقفت، بعدين الموسم اللي وراه كان عندي اخوي الكبير ماسك اداري في نادي الساحل، فمن وقفوا اللعبه بنادي الساحل راح نادي الشباب، فقال لي تروح معي، انت لازم تروح معي هناك تتمرن. اخذني وياه وبدت المسير. فالنشأة كانت عندي في البيت في الفريج، بعد مو بس بالبيت، الفريج كامل يعني في 4 بيوت كانوا لاعبين يد، ما يقارب 9 لاعبين او 10 لاعبين. حلو، ودنا نتكلم يعني في كرة اليد، انت بلشت في نادي الساحل ثم انتقلت الى نادي الشباب، لكن قبل كل هذا ودنا نتكلم عن البيئة الأسرية. اليوم لاحظ ان ابرز اللاعبين الرياضيين المميزين كان لهم بصمة واضحة من اسرهم من خلال الدعم، ودنا تكلمنا عن دعم أسرة حامد مزعل لا في المجال الرياضي.
والله شوف أنا قلت لك أخوي الكبير حمد بزل أبو نواف أمسي عليه بالخير، وهو كان الدعم الأول لي في مسيرتي الرياضية. ليه وصلت فريق أول وحتى ليه وصلت فريق أول كان بظهري ما يخليني. فمن تحت 12 سنة كان يوديني النادي، ما أروح ما مثلا اليوم ما لي خلق أروح النادي، لا تعال أنت اليوم لازم تروح تمرين. فكان داعم لي يعني بشكل كبير الله يجزاه خير، وهو اللي يعني من الداعمين اللي وصلني للمستوى هذا اللي قدمته في كرة اليد. فحتى لو مثلا ما يكون هو موجود بالبيت ولا طالع ولا، فلما أرد من التمرين بالليل أو أني ما رحت التمرين فيوميا بالليل يحاسبني يعني يقول لي رحت التمرين ما رحت التمرين. فكان داعم يعني بقوة بقوة. فحتى صعوبات تواجهني مثلا مواصلات في الدراسة في الأمور هو كان بظهري يعني الله يجزاه خير. ما كان هالشيء أثر على دراستك؟ وايد. عندي أخوي اللي صار منه كان مو موافق أني أروح النادي، كان مني هي الباص عند باب البيت يمشي، كنت نازل بالدراسة نازل مستواي، فكان يقول لي شد حيلك بالدراسة تروح النادي، فكنت أشد حيلي بالدراسة بس عشان أبي أروح النادي. والحمد لله وصلت المستوى على قولتهم أو الهدف اللي نبيه في كرة اليد الحمد لله. كابتن حامد ذكرت يعني دراستك وذكرت بداياتك ودعم الأسرة لك، كلمنا بعد انضمامك لنادي الشباب اليوم أنت كنت في المراحل السنية في ذاك الوقت وفي نادي الشباب، شو اللي اختلف بين نادي الساحل ونادي الشباب خصوصا أنه بينهم يعني شيء بسيط مسافة 5 دقائق بالسيارة؟ مثل ما قلت لك أخ محمد بدايتي بنادي الساحل يمكن موسم أو أقل من موسم يعني، فوقفوا اللعبة بنادي الساحل اضطريت أني أنا أروح نادي الشباب. فحتى يوم كنت أروح نادي الشباب مو يعني أقول لك هاوي اللعبة وحابها، كانت تسلية عندي أني أضيع وقتي أبي أشغل نفسي في شيء. فمع الوقت سبحان الله مع التمرين الله يذكره بالخير مدرب كان اسمه عبد الرزاق بورما ماسك المرحلة تحت 12 سنة، فكان يحتويني يقول لي أنت راح تصير لاعب زين شد حيلك تمرن، فكان يضغط علي أني أتمرن 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 بشكل يومي لازم، فيقول لي أنت لازم تتمرن عشان تصير لاعب زين. وفعلا الحمد لله مع الوقت تدرجت من 12 ل 14 ل 16 سنة بديت ألعب فريق أول. حلو. بهالحقبة هذه أكيد في مدرب كان مميز، مدرب رسخ في ذاكرة الكابتن حامد مزعل لا خلينا نقول أفضلية وفضل في التعليم لهذه الرياضة، ودنا نعرف من هو هالمدرب وأسباب اختيارك له. طبعا ما أنسى المدرب مكي يوغوسلافي الجنسية، وهو اللي كان يعني كان يعطيني فرصتي بالملعب وكان يدعمني بالملعب ويعني وصلني لثغة عالية عالية في كرة اليد، وكان سببها كابتن مكي. يعني من وأنا صغير كان يصعدني الفريق الأول، عمري 16 سنة كان يصعدني الفريق الأول يعطيني الثقة، روح شوت لا تخاف العب سوي اللي تبي. فكان يعطيني الثقة وخلاني على قولتهم أخذ راحتي، ليه الحمد لله أخذت الثقة مع نفسي ووصلت للفريق الأول وأنا كامل على قولتهم كامل الثقة. فهذا المدرب ما أنسى، هو اللي كان معطيني الثقة من وأنا عمري 14 أو 15 سنة. حلو. بهالحقبة لاحظ يعني أبرز المبتدئين في الرياضة أو بهالعمر اللي حابين يمارسون الرياضة وبذاك الوقت تحديداً الجؤون إلى رياضة كرة القدم، حامد اتجه اتجاه آخر إلى كرة اليد، هل كان للأخوان تأثير عليك في يعني ممارسة هذه اللعبة ولا كانت يعني تجربة مثل ما ذكرت في البداية ثم انتقلت إلى هواية؟ لا في البداية طبعا مثل ما قلت لك أخ محمد إن أنا يعني مو حاطة ببالي هواية ولا يعني، الأخوان كانوا يروحون النادي يأخذوني معهم في الباص أروح أتسلى، شوي شوي بديت أحب اللعبة، احتواني يعني احتواء دروا إن في يعني لاعب عنده إمكانية. فالمدربين قلت لك في البداية عبد الرزاق بورما هو اللي يعني قام يحتويني، فبديت أتمرن بديت أحب بديت ألعب مباريات، صعدت 14 سنة 16 سنة هني بالوقت هذا اختاروني المنتخب عمري 16 سنة منتخب الشباب. فيوم سافرت رحنا معسكر
او بطوله بارتلي بطوله وديه يسمونها في السويد والدنمارك، فكان عالم اخر. هني بديت احب اللعبه، قلت لازم اتمسك فيها واعطي من نفسي حلو عشان اوصل لاهداف انا حاطها في بالي في المستقبل. بهذاك الوقت كان في اهتمام في كره اليد في الانديه الكويتيه ان يودون اللاعبين المميزين الى الدول الاسكندنافيه، ودنا نعرف اسباب اختيار هذه الدول، يعني الدول الاسكندنافيه من الانديه الكويتيه لتهيئه اللاعبين خلال فتره من فترات لممارسه كره اليد. شوف الدول هذه يعني بتفرغه يعني مو بس بكره اليد، يعني بجميع اللعبات. انت اليوم لما تروح للدول هذه تبي تطور من نفسك، مهتمين في، فلما يختارون لاعبين يروحون يطورون هناك يكون متفرغ وظيفه بالضبط. فانت تقوم مجبر في امور تلتزم فيها، في نومك، في اكلك، في تمرينك، في، فهم عندهم الفكر عالي شوي. حلو. فعشان كذي اللاعب لما يروح هناك يتطور، وخاصة إذا عنده إمكانية اللاعب، يعني إمكانيته زينة يتطور سريع. حلو. خلينا نقول أول معسكر كابتن حامد مزعل انتقل إلى هذا المعسكر كان في الدول الإسكندنافية، كلمنا عن شعورك وانت هناك. قلت لك أول معسكر كان لي مع منتخب الشباب سنة 97 بطولة بارتلي الودية بالسويد والدنمارك. أول محطة كانت محطة السويد، تقريباً ما يقارب أسبوع أو إلى 10 أيام بطولة، بعدها ننتقل إلى الدنمارك نلعب بطولة ثانية هناك. عالم آخر، شيء غريب عجيب. يعني أنت تتكلم في 97 كان السفر عندنا هنا حدنا دول الخليج، ما يعني هذه الظروف هي كذي. صحيح. فأنت فجأة تطلع إلى أوروبا وتشوف عالم وتشوف دنيا وحياة ثانية، فشعور طبعا لا يوصف، شعور وما اقدر اوصفه لك فيها. فهذا اللي اعطاني دافع اني انا اتمسك في كره اليد واحب كره اليد واكمل فيها. كابتن حامد، يعني ذكرنا السويد والدنمارك والمعسكر اللي شاركت فيه مع المنتخب، ودنا يعني تكلمنا عن الثقافه اللي اكتسبتها من هذه المعسكرات، خصوصا انك رحت واجهت لاعبين منتخبات اخرين، التزام بالوقت مغاير، يعني في دقه بالمواعيد، في مراقبه من الجهاز الفني والاداري، كلمنا عن هالتجربه. طبعا بخصوص قبل لما نروح معسكرات خاصه الدول هذه تكتسب اول شيء نكتسبه الالتزام. يعني الالتزام هو اللي يخليك، هو اللي يوصلك، هو اللي يعني يوصلك لاهدافك اللي تبيها. تلتزم في وقتك، تلتزم في أكلك، في تمرينك، في نومك، هذا اللي تعلمناه. غير أنك تكتسب خبرات من اللي يعني إحنا يمكن كنا صغار وقتها، الخبرة طبعاً ما تكون نفس ما تكون بالفريق الأول، تشارك بطولات أقوى مع فرق أقوى مع، فكبداية يعني يمكن قلت لك الالتزام هو أول شيء اكتسبناه في العمر هذا. شوي شوي لبيت تدرجنا للمنتخب الأول، في أمور ثانية إحنا اكتسبناها كتمارين، كتغويات، شلون تغوي، كلعب، ثقافة كاملة تختلف. فيوم كنا نروح معسكرات ترجع أنت فارق عن اللاعب المحلي، تحس نفسك سوبرمان يعني. صحيح. الأسرة مع أول معسكر، تدري بذاك الوقت ذكرت سنة 97 شوي يعني الاتصالات قليلة، ما كان في منصات مواقع تواصل اجتماعي مثل الآن، صعوبة في التواصل. شلون كان ردة فعل الأسرة معاك لما قلت لهم بروح دول اسكندنافية؟ يمكن كان بالصعوبة ان اي كويتي يروح هالدول نظرا لبعد المسافة، هل كان في قبول؟ هل في يعني حرص من الأسرة؟ اكيد يعني يخافون عليك. طبعا هي الوالدة الله يرحمها آمين في البداية كانت خايفة ومو متقبلة الشيء هذا، فهي كبيرة يعني من الجيل القديم الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. فمو متقبلة أن شلون الولد عمره 17 سنة يسافر بروحه ويروح على قولتك مسافات بعيدة وطويلة. فكان أخوي هو يشرح له الوضع، رايح مع بعثة، في ناس، لا تخافين عليه، لا تحاتين، لا تشيلين الأمور، لا تشيلين هم أي أمر، هو مو رايح بروحه، في مسؤولين معاه، في ناس تراقبة، في ناس تتابع هناك، فكأنه مسافر مع عائلته يعني لا تخافين عليه. فبالبداية هي مو متقبلة الوضع، بعدين شوي شوي بالعكس قامت تقول لي روح
الله يوفقك الله يوفقك شد حيلك. فالحمد لله. فعلى طاري الاتصالات كنا ناخذ الكروت الكباين هذه، ما في لا تلفون ولا شيء، نشتري كرت كان حتى يورو ما في ايام قبل على كل ديره وعملتها، نشتري كرت فنروح كباين برا، فندق تلفونات كل يومين ثلاثه يطلعوننا مره نروح ندق على هم. حلو. فكان التواصل صعب يعني، حتى التواصل صعب مو سهل. تذكر منه كان مدرب يعني منتخب الكويت بهذا المعسكر؟ لا اي معسكر؟ المعسكر اللي رحتوا فيه السويد والدنمارك. قلت لك محمد عبد المعطي هو اللي كان موجود معنا في اول سنه انا انضميت لها المنتخب. اختلاف المدرسه التدريبيه بين الكابتن اليوغوسلافي وكابتن محمد عبد المعطي، شلون شفته من نادي الى منتخب شباب؟ طبعا شوفه هو كل مدرسه تختلف عن الثانيه، يعني اليوم مثلا المدرسه اليوغوسلافيه هي كانت بالبدايه في الكويت اللي مسيطره، يعني احنا قبل كل المراحل كلها مدارس يوغوسلافيه، لما كنا نطلع برا يعني مو الشيء الجديد علينا، بس الشيء الجديد الاجواء الامور الثانيه الالتزام هذه اللي كانت شيء جديد بالنسبه لنا. الامور يعني احنا في مدارس دشت علينا متاخر شوي اللي هي الجزائريه، الامور هذه مختلفه اختلاف كلي عن فانا بالنسبه لي المدارس اليوغوسلافيه هي اللي افضل وانسب في الكويت، يعني لان على ايامها طلعت اجيال زينه، طلعت لاعبين زينين وطلعت لاعبين ابطال في الكويت. كابتن حامد كلمنا عن يعني بدايه دخولك للفريق الاول. بدايه دخولي الفريق الاول كانت سنه 96، عمري 16 سنه. احنا نظام عندنا اذا تلعب تحت 16 سنه ما تصعد، يعني تصعد المرحله اللي فوقها بس 18، ما يصير تصعد فريق اول. فكان عندنا بطوله الكاس بعد الدوري ما خلصنا، فكان عندنا بطوله الكاس. فبطوله الكاس يحق لك انك تصعد لاعبين من 16 من 14 اللي تبي عادي مفتوح فاتحين. فقلت لك كابتن مكي هو هني جزاه الله خير اللي اعطاني فرصتي بالفريق الاول وانا عمري 16 سنه، فهذه كانت محطه مهمه بالنسبه لي، يعني اني بالعمر هذا اكتسب خبره وثقه، وشون انت يعني بعمر 16 سنه تلعب فريق اول، فكانت وايد محطه زينه بالنسبه لي. تذكر كابتن اول يعني بطوله حققتها مع النادي او مع المنتخب؟ اول بطوله حققتها مع النادي العربي، انتقالي للنادي العربي لعبت 3 مواسم عندهم، فاول بطوله كانت لي مع النادي العربي. شنو كانت البطوله هذه؟ دوري. فهذه هي اول بطوله بالنسبه لي محليه كانت. حلو. انتقلت كابتن من نادي الشباب الى النادي العربي وحققت بطوله على النادي او للنادي العربي، كلمنا عن الفروقات يعني اللي كانت بين نادي الشباب ونادي العربي من ناحيه المدرسه التدريبيه، من ناحيه الفلسفه الخاصه بلعبه كره اليد. طبعا شوف انتقالي انا كنت على يعني بعمر كبير شوي، كان عمري 30 سنه وطلعت من نادي الشباب، انتقلت اعطوني الفرصه جزاهم الله خير اني اخذ فرصتي بالانديه الثانيه. فوقتها رحت النادي العربي، انتقلت هناك كان مدير لعبتنا الله يذكره بالخير صالح بشيري، قعدت وياه وقال لي بالعكس شرفني انك تكون تلعب عندنا بالنادي، واليوم كل لاعب باي لعبه يتشرف انه يكون موجود بالنادي العربي. فانت اليوم لما تلعب بالنادي العربي وطول مسيرتك لاعب منتخب لاعب كاس عالم ولاعب بطوله محليه مو حاصل عليها، فاليوم انت لما تروح النادي العربي فجاه دوري، فالامور يعني مو لا توصف، شعور لا يوصف. انا لاعب كاس عالم 3 كاس عالم قبل لا انتقل النادي العربي 3 كاس عالم. فيوم رحت لعبت النادي العربي لعبت 3 مواسم، قمت امشي بالكويت هني معروف اكثر مني اني لاعب كاس العالم، الجمهور شيء خيال، الشعور لا يوصف. ففي اختلاف كلي من نادي الشباب، ولا كسورا في نادي الشباب، بالعكس هذا بيتي في البداية في فهو في الكويت كذي قاعدة جماهيرية، النادي العربي كبيرة وكل لاعب يتشرف أو وده أنه يكون موجود في النادي العربي
على مستوى جميع اللعبات. بعد بروزك في النادي العربي، والكل يعلم بأن النادي العربي من كبار الأندية في دولة الكويت في عدة رياضات، وتحقيقك لإنجاز الدوري، أين كانت محطة الكابتن حامد الأخرى؟ بعد ما خلصت من النادي العربي لعبت معهم 3 مواسم، حصلت على الدوري والكاس معهم. أول شيء حصلت على الكاس، بعدين حصلنا على الدوري، بس شعور بطولة الدوري مختلف عن الكاس. معاناة؟ معاناة الدوري طويل، تكلم على 4-5 أشهر. الكاس مدة 2 أسبوع وتحصل على البطولة وما تحصل عليها، فيكون شعوره حلو، بس بطولة الدوري مختلفة تماما. الحمد لله توفقت، أخذت معهم البطولتين وما صار نصيب أني أكمل معهم، فانتقلت بعدها النادي السالمية. نادي السالمية كان توه مبطل الأخ عبد الله ضياب المسي عليه بالخير، فمسك مدير لعبة هناك، فيوم يا حق الفريق نادي السالمية بعد زعيم كرة اليد، بعد ما حد يختلف على نادي السالمية، فكان عندهم انتكاسة في كرة اليد، يعني نزول مستوى على مدى تكلم 5-4 سنوات. فيوم يا عبد الله ضياب بدأ يشتغل شوي، بدأ يجيب لاعبين. فالموسم الأول أخذنا أنا ومحمد فلاح، عبد اللطيف الدوسري، وخالد الغربلي. فبدت الروح ترجع حق نادي السالمية شوي. فأول سنة معاهم أخذنا 3. ثاني سنة لا صعدنا، أخذنا 2 دوري. بعدين يانا فيصل واصل، هم دعم للفريق، كان الموسم 3 والأخير بالنسبة لي في نادي السالمية. فوقفنا على المركز 2، ما قدرنا. نادي الكويت اليوم سيطرة كاملة على كرة اليد الكويتية. صحيح، كلمنا عن أبرز إنجازاتك اللي يعني خضتها في كرة اليد. مثل ما قلت لك أخ محمد، أنا في البداية طلعت من نادي الشباب بعمر كبير، فمن رحت نادي العربي بديت شوي أحس في الإنجازات أو أني أحصل على الإنجازات. حصلت على بطولة الكاس، أول بطولة كانت لي مع النادي العربي بطولة الكاس، ثاني بطولة بطولة الدوري، بعدها انتقلت إلى نادي السالمية، حصلنا على 2 آسيا، وحصلنا على 2 دوري وثاني الكاس. هذه أبرز إنجازاتي بكوني أني أنا طلعت من نادي الشباب بعمر كبير، يعني ما أخذت الفرصة الكافية أني ألعب في نادي كبير وأنا عمري صغير. أبرز الإنجازات ولا راح أنسى الدوري مع النادي العربي، هذا شعور لا يوصف. بطولة الدوري ومع منه؟ مع النادي العربي. يعني والحضور الجماهيري ذاك الوقت كان كبير، مهيب جدا. كنا ندش صالة شهيد فهد الأحمد، والله العب تهتز. قلت لك أنا لعبت 3 كأس عالم قبلها، يعني يمكن الرياضي اللي متابع شوي يعرف كرة يد هذا، يعرف من لعبت بالنادي العربي 3 مواسم أمشي بالشارع يعرفوني الناس، جمهور مهيب مهيب بالنادي العربي، والكل يتمنى بالنادي العربي. فهذه أفضل محطة كانت لي في حياتي 3 مواسم، والحمد لله أني حققت بطولة الدوري مع النادي العربي في الفترة هذه. بعد هذه السلسلة من الإنجازات جاء قرار اتخذته، ألا وهو قرار الاعتزال. هل تعتقد بأن قرار اعتزالك كان في الوقت المناسب، ولا أنك تسرعت فيه بذاك الوقت؟ هو مو مسألة أني تسرعت أو قرار مناسب، هو مجبور في القرار. الإصابات أجبرتني أني خلاص لازم أوقف. فليه الوقت اللي أنا فيه قررت أني أبطل، كان في مجال، لولا الإصابات في مجال، بس مجبر أربط صليبية. فمع تقدم العمر قمت خلاص ما أقدر أتحمل بعد المباريات ألعب، فقررت أني خلاص أتركها وأنا أكون بشكل زين، يعني أترك اللعبة أحسن ما أكون مستوى نازل ولا بشكل ما يليق في اسمي أنا. فقررت أني أوقف سنة 2018، وكان عندي الفكرة أني أسوي مباراة اعتزال، ولكن الوقت شوي تأخرت ودشت علينا كورونا ما كورونا، فالظروف ما سمحت لي. فإن شاء الله في المستقبل عندي النية أني أسوي مباراة اعتزال إن شاء الله بإذن الله. بعد هذه الإنجازات وهذا الاعتزال وبقاء أثر مسيرة الكابتن حامد مزعل الرياضية في كرة اليد
نرى اليوم الكابتن حامد يعني أكيد له تطلعات، له آمال في المستقبل من الناحية الفنية والإدارية، هل وجدت نفسك في الناحية الفنية والإدارية أم لم يحن الوقت بعد؟ لا، أنا اليوم في الجهاز الإداري موجود في نادي القرين، وطبعا كرة اليد تبقى جزء من حياتنا، ما نقدر يعني تمشي بالدم على قولتهم، من عمري 12 سنة فاليوم ما تقدر تبتعد عنها، فلقيت نفسي في الجهاز الإداري والحمد لله أموري طيبة وقادر إني أسوي اللي علي، وإن شاء الله الله يقدرني وأسوي اللي علي أكثر وأكثر إن شاء الله. كابتن حامد مزعل يعطيك العافية على تواجدك معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، بإذن الله راح نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة لمعرفة المزيد من الإنجازات التي حققتها. الله يعافيك أخ محمد، وإن شاء الله كنت ضيف خفيف بالحلقة، ونستكمل الأمور في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحلقة أفضل من يعطيك العافية السابقة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسيرة الكابتن حامد مزعل.